7 ايام هي المهله المتبقيه للمحافظين والاجهزه التنفيذيه في كل محافظات مصر لاسترداد اراضي الدوله المنهوبه وازاله التعديات على الاراضي الزراعيه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اصدرها خلال زيارته لمحافظه قنا. محافظ مطروح قاد النهارده حمله لازاله التعديات على 180 الف فدان بمنطقه المغره بالعلمين وسيدي عبد الرحمن. معانا دلوقتي على الهواء مباشره السيد محافظ مطروح اللواء علاء ابو زيد. اهلا سياده المحافظ. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا. متشكرين على وقت حضرتك، احنا عارفين انك مشغول طبعا، بس يعني محتاجين نعرف تفاصيل اكتر. يا ترى النهارده عملتوا ايه؟ لا هو النهارده كان في طبعا حجم تعديات وحجم ازالات احنا نفذناها، لكن منطقه المغره حضرتك اتكلمت عنها دي ان شاء الله هتكون يوم الاحد القادم باذن الله، لسه ما رحناش. دي هتبقى يوم الاحد ويوم يوم الاحد والاثنين، وده يعتبر اكبر بلك واكبر تجمع، ودي داخله في مشروع 1.5 مليون فدان فيما يخص في محافظه مطروح. مشروع 1.5 مليون فدان ليه عندي انا في محافظه مطروح 200,000 فدان، 150 موجودين في منطقه المغره و 50,000 موجودين في سيوه. 50,000 في سيوه دول خلصناهم ما فيهمش مشكله خالص. في شويه تعديات بسيطه موجوده في منطقه المغره هنخلصها باذن الله يوم الاحد. الحمله انا نازل بيها بنفسي عشان اكون نهيت لهذا الموقف تماما. لكن احنا يعني انا استلمت المحافظه من 2 و4 شهور تقريبا. كانت حجم التعديات 3500 قرار ازاله. 3500 قرار ازاله من 2 و4 شهور. مع صدور تعليمات سياده الرئيس من خلال 4 5 ايام الماضيين. انا موصل المحافظه ل 1400 حاله تعدي، يعني في 1400 قرار مطلوب ان احنا هننفذه. ودول اللي احنا شغالين فيهم حاليا. شلنا منهم خلال القيد اللي حاطه سياده الرئيس في الفتره اللي فاتت دي حوالي 480 تعدي. ان شاء الله يعني شلنا حوالي 480 تعدي بمساحه حوالي 2.5 مليون متر مربع. الاهم من ده بقى اللي بديك حاجه حصري دلوقتي لسه هنعلن عنها بكره بشكل رسمي. احنا تم فسخ 26 عقد لشركات باراضي يبلغ مساحتها 66 مليون متر مربع في الساحل الشمالي بتكلفه 7.7 مليار جنيه تم استردادها. علشان مش عايزين نسمع الساوند بتاع ان احنا شغالين على الصغير وسايبين الكبير. طب وفسخ العقود يا سياده المحافظ، فسخ العقود ده يعني قانوني؟ طبعا قانوني يا فندم. طب ازاي؟ طبعا ما هو احنا انا بديك ارض، مش بديك ارض عشان اقعد تسقعها وتسيبها لي. لا انا بديك ارض تعمل عليها مشروع استثماري. يعني دي عقود الارض وما عليها ملك المحافظه، ده العقد بيقول كده. يعني دي عقود بس طبعا يعني فيها بنود او مشروطه بان المستثمر طبعاً يستغل الارض في بناء او اقامه مشروع استثماري، مش ياخدها لما سعرها يزيد ويبتدي يبيعها تاني. صحيح، هو ده الموقف اللي موجود عندنا. طيب احنا استردنا كل هذه الاراضي، كل المشروعات التي لم يثبت جديتها على الارض تم استردادها بالكامل. طب والله انا بحييكم على المجهود ده يا ست المحافظ. احنا على الصغير. ده كويس قوي الكلام ده. يا فندم مشروعات لرجال اعمال كبار جدا ومشاهير. زي مين؟ مش هقدر اقول اسماء دلوقتي، اما اعلنها بكره رسمي، لكن طبعا انا يعني مسؤول عن كلامي رجال اعمال كبار جدا ومشاهير. عشان بس الشارع يبقى فاهم ان احنا بننفذ القانون على الجميع. يعني حضرتك عايز تبعت رساله للراي العام في مصر ان مفيش خيار وفقوس في تنفيذ مساله الازالات. حتى لو هو رجل اعمال، رجل مسنود، رجل نافذ في الدوله، ما عندكوش. ما عادش فيه الكلام ده يعني. خلاص انتهى. طيب ممكن بعد اذن حضرتك في رساله من العمده محمد زايد من مطروح ويعني نستفيد بوجود حضرتك على الهواء معانا. يا حضره العمده استاذ محمد زايد موجود معايا؟ الحاج محمد زايد حضرتك. اهلا بيك يا حاج محمد، اتفضل انت على الهواء. اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا بالنسبه لنا الموضوع التعديات على محافظه مرسى مطروح ديت والازالات القائمه حاليا، احنا بالنسبه لنا كاهالي مرسى مطروح التعديات اللي هي حاصله على القرى اللي بيتكلم عليها السيد المحافظ الان، او الناس اللي بتسقع على الاراضي، او الاراضي اللي هي في المغره او في الصحراء وفي الحاجات ديت، احنا ما عندناش اعتراض عليها مشكله خالص حضرتك، او الاراضي اللي هي
على خطوط التنظيم او لكن احنا بنتمنى من السيد المحافظ بس يعني يكون دراع للمحافظه مرسى مطروح واهالي مرسى مطروح اللي هي الناس ساكنه في البيوت اللي هي ساكنه في بيوتها وقايمه في بيوت بعيد عن خطوط التنظيم الرئيسيه اللي هي مثلا في القرى او في النجوع او بره يعني في اماكن هي اراضي تابعة الدوله نحن يعني عاوزين التقنين ليها وهو السيد المحافظ لسه فاتح لنا طلبات الشراء الايام اللي فاتت ديت وان شاء الله احنا في التقنين بس احنا لينا طلب بقى اللي هي ايه حاجه مش موجوده في 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 مصر اي بالنسبه لينا محافظه مرسى مطروح احنا ما عندنا محافظه مرسى مطروح هي الاراضي الصحراويه عندنا بتزرع على الشتاء بس وقانون تمليك الاراضي في محافظه مرسى مطروح او في الجمهوريه عامه بيعتمد على الري بالراحه او مصدر ري دائم احنا ما عندناش الكلام دوت حضرتك في محافظه مرسى مطروح يعني لو سجلنا هيبقى مثلا جناين مزروعه خضراء او فاحنا فكان في حلول السيد المحافظ عملها لنا الفتره اللي عدت ديت ان مثلا الاراضي اللي فيها ابار او اي حاجه هتسجل بس احنا عندنا اراضي شاسعه بتزرع مثلا في موسم في موسم في موسم في موسم طيب هو بس هو 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 الحقيقه سياده المحافظ معايا وبرده يا ريت لو يتسع صدره للرد على الحاج محمد زايد لسه حضرتك كملت انا اصلا اتفضل اصلا مش لاقي شكوى مفيش ولا شكوى اصلا يعني انا مش انا 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 مش تابع شكوى اصلا هو بيقول لك المحافظ عامل معانا فاذا انا ما عنديش حاجه هو بيقولها جديده كل اللي بيقوله ده انا اوريدي قايله وهم عارفينه هو اعلن على ميديا مطروح وهو عارف ان انا قلت الكلام ده ان ما يتعلق بالمنازل المسكونه والعيله بالسكان طبعا لو غير لو مش متعدي على خطوط تنظيم او على اراضي زراعيه لازم اقدم وضعه لازم طيب لو هو متعدي على خط التنظيم وعلى ارض زراعيه وانا مش هقدر اسيبه باي شكل من الطرق ده انا بدرس حالته وبحاول اوفر له شقه او اقامه اخرى لكن مش هد بيته عليه واطلعه مفيش حد يتعامل معاه كده يعني هيبقى في نوع من التفاهم يعني طبعا وهم عارفين ان انا بعمل كده طيب يعني حضرتك هتراعي المساله اللي هي ال ده متراعي بالفعل يا فندم البعد الانساني طيب كويس قوي طبعا فيما يتعلق قال لك بالتملك في مطروح انا هرد عليك طبعا انا يعني مطروح محافظه فيها تعدد ولايات بشكل بصراحه فج يعني عشان محافظه مطروح تاني اكبر مساحه على مستوى الجمهوريه بعد الولايات الجديد فانت لما تيجي تقول لي انا سلطاتي منقصر على حدود القرى وزمام المدن دي سلطاتي وحدودي خارج الولايه ده مش بتاعي يعني المناطق اللي بيتكلم عنها دي مناطق صحراويه اللي بيدعي ان هي ما فيهاش طبعا ابار ما فيهاش وبيزرع فيها على زراعات الري المطير فانا دي مش ولايه محافظه مطروح دي في ولايه مثلا التنميه الزراعيه في ولايه هيئه التنميه السياحيه وتفر جهه الولايه مين يعني دي برضه كانت واضحه ودار دي مجلس الوزراء وضح التعامل معاها شكله ايه ان كان في اشجار مثمره على الارض بالفعل هيبقى في تقنين لهذا الوضع وسيادة الرئيس وجه بكده وقال ان احنا مش هنزيد ابدا شجر مثمر استحاله طيب لكن لو هو عاوز يتقدم بطلبات شراء ارض يتقدم واحنا فاتحين هذا الـ هذا الـ هذا الباب واحنا قلنا هذا الكلام وهو قاله في 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 خلال حديثه دلوقتي مع حضرتك ان احنا فاتحين باب طلبات الشراء اذا احنا ما عندناش مشكله اللي عايز يشتري ارض يتقدم بطلب وانتوا فاتحين الباب لهذا ده صحيح بشكرك جدا على وقتك النهارده وعلى المشاركه محافظ مطروح اللواء علاء ابو زيد شكرا للحاج محمد زايد